الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد، هنوضح فيها السيناريوهات اللي توقعتها منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا في العام الحالي، فتابعونا. عرضت منظمة الصحة العالمية 3 سيناريوهات لجائحة كوفيد-19 السنة دي، وحذرت من السيناريو الأسوأ اللي بيتضمن ظهور متحور جديد أكثر شدة من كل المتحورات اللي فاتت اللي أنهت حياة الملايين خلال أكتر من سنتين. وبالنسبة للسيناريو الأقل مأساوية وهو الأكتر ترجيحاً، فبيتركز على تراجع تدريجي لخطورة المرض اللي بيسببه فيروس كورونا، وده بفضل المناعة القوية اللي بقت عند الشعوب. أما السيناريو الثالث فبيتوقع ظهور متحورات أقل شدة للفيروس، ومش هيكون في حاجة لإعادة تطوير الجرعات المعززة واللقاحات. ونشرت منظمة الصحة العالمية نسخة معدلة من خطتها الاستراتيجية لمكافحة الوباء، وبيأمل المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إنها إن شاء الله تكون الخطة الأخيرة. وقال تيدروس في مؤتمر صحفي: بناء على ما نعرفه حاليا، السيناريو الأكثر ترجيحا هو إن الفيروس هيستمر في التطور، لكن ضراوت المرض اللي بيتسبب فيه هتتراجع شيئا فشيئا مع زيادة المناعة بفضل التلقيح والإصابات. ووضح أن ممكن أعداد الإصابات تزيد للذروة من وقت للتاني لما تتراجع قوة المناعة من جديد، وده اللي هيستدعي إعطاء جرعات معززة من اللقاح خصوصاً للأشخاص الضعفاء. وأشار إلى أنه في أفضل الأحوال هنشهد ظهور متحورات بس أقل ضراوة، ومش هتكون في حاجة لتركيبات جديدة للجرعات المعززة واللقاحات لمكافحتها. ولكن في حالة حصول السيناريو الأسوأ وهو ظهور فيروس أقوى وشديد العدوى في مواجهة التهديد الجديد ده، هتتراجع بسرعة حماية الشعوب المكتسبة بفضل لقاح سابق أو إصابة. ده من الأعراض الخطيرة للمرض أو الوفاة، ولازم في الحالة دي تعديل اللقاحات الموجودة بشكل كبير والتأكد من إنها هتوصل للأشخاص الأكثر ضعفاً. أما عن ماريا فان كيركوف اللي بتترأس مكافحة كوفيد في منظمة الصحة العالمية، قالت إنه حتى في نسخته الحالية لسه برضو تأثيره قوي حتى برغم اللقاحات، وإن الأسبوع اللي فات أصيب أكتر من 10 مليون شخص اتوفى منهم 45,000، وده بحسب الأرقام المرسلة لمنظمة الصحة العالمية، إلا إن الأعداد الحقيقية أعلى بكتير من اللي بيتم الإعلان عنها، وإن عدد الدول اللي رفعت معظم القيود الصحية اللي كانت مفروضة لمكافحة كورونا قللت في الوقت نفسه عدد الفحوص، وده اللي بيخلي متابعة انتشار الوباء صعبة جدا. وبتتمثل أعراض كوفيد-19 الأكثر شيوعا فيما يلي: الحمى، السعال الجاف، وكمان الإجهاد. وبتشمل الأعراض التانية الأقل شيوعاً اللي ممكن تصيب بعض المرضى: فقدان التذوق والشم، احتقان الأنف، والتهاب الملتحمة المعروف أيضاً باسم الإحمرار في العينين، وكمان ألم الحلق والصداع وألام العضلات أو المفاصل، ومختلف أنواع الألام في العضلات والمفاصل، وكمان الطفح الجلدي والغثيان أو القيء، وكمان الإسهال أو الرعشة أو الدوخة. وعادة بتكون الأعراض خفيفة، وبيصاب بعض الأشخاص بالعدوى لكن مش بتظهر عليهم إلا أعراض خفيفة جدا، أو أحيانا ما بتظهرش أصلا. وبتشمل العلامات اللي بتشير لمرض كوفيد-19 دي: التنفس، انعدام الشهية، التخليط أو التشوش، الألم المستمر أو الشعور بالضغط على الصدر، كمان ارتفاع درجة الحرارة أكتر من 38 درجة مئوية. وبتشمل الأعراض الأقل شيوعاً ما يلي: سرعة التهيج، التخليط أو التشوش، انخفاض مستوى الوعي اللي بيعرف أحياناً بالنوبات، وكمان القلق والاكتئاب واضطرابات النوم. ولازم الأشخاص من جميع الأعمار اللي بيعانوا من الحمى أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق التنفس والشعور بالألم أو الضغط في الصدر أو فقدان النطق أو الحركة، التماس الرعاية الطبية على الفور. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، وشكرا لكم، ونتمنى السلامة للجميع، وإلى اللقاء.